السلام عليكم من جديد مشاهدينا المحترمين، صباح الورد عليكم. النهارده نبات الديورانتا. الديورانتا ديورانتا اريكتا بقى، ده الاسم العلمي ليها. منها كذا 30 صنف او حاجه زي كده، او 30 نوع. بتختلف من رسمه او تسنينه الورقه، لون الورقه، حجم الورقه، لكن هي اسمها العام ديورانتا او الدورانتا. الدورانتا هي من اجمل النباتات، موطنها الاصلي امريكا زي ما هنقول برضك. بتتميز ان هي منتشره في زراعتها، سهله العنايه، ما لهاش متطلبات كتير، قليله الاصابه بالحشرات، قليله الاصابه بالفطريات. يعني بيصل ارتفاعها ل 3-4 متر. بتستخدم في العمل كاسيجه واسوار للحدائق، قابله للقص والتشكيل، عشان كده بتبقى فعكه زي اسيجه واسوار للحط. بيفرع بافرع متشابكه، بيبقى كويس كده، شكله حلو. الوانه الجميله ده الدورانتا المزركشه، ده نوع من انواع الدورانتا. وفي عندي هنا برضه كان عقلتين، هنا هو دي الديورانتا. نجيبها مع بعض هنا، دي الديورانتا المزركشه او المبرقشه. بيبقى ورقتها بالشكل ده، تحس ان فيها رسومات غير منتظمة الشكل، اوراقها مسننة بشكل كبير، شكلها رائع جميل. دي الديورانتا المزركشة. في منها نوع اسمه الديورانتا الليموني، دي الديورانتا الليموني، لونها ليموني كده، هي لونها مصفر كده، يعني ده مش ناقص حديد ولا حاجه يا جماعه، هي الديورانتا الليموني لونها كده الطبيعي، لونها الطبيعي كده، تمام؟ دي الديورانتا الليموني. الديورانتا عموما بتحب الشمس المباشره لفترات لا تقل عن 3 ساعات في اليوم. على فكره هي مزهره، بس ما ظهرتش عندي على فكره ولا مره، وما ظهرتش عند معظم اللي ربوها في قصص، الا اذا كان القصص كبير جدا، لان هي جذورها كبيره منتشره. عشان تزهر، هي بتزهر زهره جميله جدا زي عنقود كده. هي من عائله الفربينا، على فكره يعني هي من عائله بتاعت الفربينا. ازهارها شبه ازهار الفربينا كده، خفيفه، بيبقى لونها بنفسجي عموما، رائعه الجمال، بس ما اظهرتش عندي في البيت ولا مره. انا شفتها مزهره بره في الحدائق العامه او في الاماكن المفتوحه، ارض مفتوحه مزروعه، شجره كبيره فيها مجدره في الارض جامد، مزهره وجميله. انا شفت ازهارها على الطبيعه، لكن للامانه هي ما ظهرتش عندي خالص، لان الاصول زي ما انتم شايفين هو حوض، يعني حوض ارتفاعه 17 20 سم بكتير، يعني فهو كان ترخيص الدنيا يعني، تمام. او هي كفايه، هي تزرع لاوراقها بصراحه، هي اوراقها جميله خفيفه، شكلها جميل رائع. لو انت بقى مزاجك رايق ممكن تهذبها، تبدا تقص الفروع اللي في الجنب وتعتمد على الساق، زي مثلا الساق الكبيره اللي طالعه دي، وتبدا انت تخليها تفرع من فوق وتعملها زي شجيره صغيره كده بشكل رائع كده، على حسب مزاجك انت يعني، دي حاجه ترجع لمزاج الشخص. في ناس تحبها متفرعه بالشكل ده، انا سايبها بطبيعتها، مجرد ان انا بقلل الاطراف، ولسه كنت تستفيد منها، تعمل بيها تقليم، تاخدها اقلام لاعاده زراعتها تاني عندك ان شاء الله وتكتر منها. اللي بيحب قلنا الشمس، بيحب المكان اللي تصل اضاءه وشمس مباشره، بيحب التربه الغنيه، بنضيف لها كومبوست اسمه بلدي بقى، بس يكون متحلل نظيف معالج حراريا. مفيش مانع انت ترش برضك مع النباتات المزهره بتاعتك، الورود والكلام ده، بان بي كي، اهو غذاء للنبات، مفيش مشكله، لكن هو ما ظهرش، انا بديله ان بي كي وبعمل كل اللي انا بعمله مع بقيه النباتات. بقيه النباتات ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده معايا على طول في معظم الحلقات، ازهارها شغاله ما شاء الله، لكن هو ما ظهرش معايا خالص في البيت بصراحه. عندك ما بيحبش الري الغزير قوي، بحيث ان الميه تفضل واقفه في التربه، هيعمله عفن في الجذور ويبدا يبان بسرعه جدا جدا على اطراف اوراقه، نقص او زياده الري. وعندكم حلقه نقص او زياده الري ممكن ترجعوا لها، تمام، كنا شارحين باين عليها هي الزنعه دي. من الحوارات بقى اللي هي المهمه جدا في الري بتاعته، ان هو ممكن بيحس بالعطش بسرعه، فهتلاقي الورق ده زي حاصل له زبول
بشكل فظيع كده، تلاقي الورق كانه ميت يعني، وانت تتخض تقول ايه ده، هو في ازاي؟ لا هي انت مجرد ما تسقيها تسمي لها كده بس، تحط لها ميه بس طبعا ما تجيش الشمس ناقحه فيها والاستيس سخن مولع في الايام الحر اللي احنا معانا فيها ربنا ديت. احنا اليومين اللي فاتوا دول كانوا حر جدا جدا، واجي اسقيها انت بالظبط عامل زي اللي جاي من بره جسمه سخن او كان بيجري او شايل حاجه او في مشوار، وقمت داخل فاتح باب التلاجه وحاطط ازازه الميه الساقعه على بقك، انت كده زورك شكرا، التهاب على طول ووجع على طول ووجع قلب يعني، صح ولا غلط؟ فانت لا يعني استنى اما الشمس تروح، مش هيجرى حاجه خلاص، هي الورق شكله يخض بس استنى اما الشمس تروح بعد المغرب بنص ساعه، وتقوم ساقي الزرعه في خلال ساعه ولا ساعتين هي بتعود تاني الانتصاب وتفوق تاني لنفسها كده، وتلاقي الورق رفع لفوق تاني وشكلها حلو تاني، زيها زي الجزانية يعني. الجزانية برضك عندي من اللي زي ما اتكلمنا في حلقة الجزانية، الجزانية من النوع اللي هو أول ما تحس بالعطش هتلاقي ورقها فطسان خالص ونايم في القصيص، كأنه يعني إيه، تحس أنت كأن حاجة وقعت فوق القصيص. لا اسقيها سيبها ساعة هتفوق تاني وتعود انتصابها وتنعنش ويحصل لها انتعاش تاني وتبقى زي الفل يعني، إيه ما تقلقش عليها قوي. هو نبات شديد التحمل ما فيهوش مشكلة، لكن عايز الحرص في النقطة ديت بتاعت الري. النبات دوت ما شاء الله الله اكبر عليه، ما ظهرش عليه اي اصابات حشريه او فطريه بالنسبه لي خالص يعني، انا ما لا اذكر ان واجه عليه حشره او شفت له اي مشكله. هي ممكن زي ما قلنا اصفرار الاطراف الورقه مع ان هي تبقى ناشفه يبقى نقص ري، اصفرار اطراف الورقه ان هي تبقى طريه بيبقى زياده ري، انما حشرات حشرات انا ما شفتش عليها حشرات والله اعلم يعني، بس انا ما على قد ما هي عندي بقى لها سنتين ولا سنتين ونص ما فيهاش اي حاجه تمام. ده بالنسبه بس ما يضرش ان هي ممكن يجي عليها حشرات يعني، انا ما بقولش ان هي لا اي نبات في الدنيا معرض ان هو يصاب للحشرات. طب حصل اصابه بالحشرات، عندك خلطه البيكنج صودا، عندك خلطات طبيعيه كتير، عندك الخل والثوم والبصل والمش عارف جميع الخلطات، وان شاء الله برضك هنحاول نعمل كام حلقه كده للمواضيع دي زي ما عملنا حلقه البيكنج صودا للي مش حابب يستخدم مبيدات حشريه عنده في منزله يعني، سواء بقى اللي عشان يحافظ على التربه، يحافظ على البيئه، خايف على اولاده، خايف على صحته، ايا كانت الاسباب. فاحنا مع بعض وربنا يقدم فيه الخير ان شاء الله الحلقات الجايه. هو قلنا من عائله الفيربينا، نبات جميل سهل جدا في عنايته، عايز بس مراعاه في الميه في الصيف بالذات في الحر بالذات، انما في الشتاء والله النبات زي الفل ما فيهوش اي حاجه، ويكاد يكون غير متساقط الاوراق. نقطة تانية نسيت أقولها، النبات دوت الساق ممكن تكون في بعض الأحيان بتحتوي على أشواك، لأن أنا اتقرصت أنا منها والشوكة عورتني عورة جامدة حلوة في إيدي يعني. فساعات مش شرط بتلاقي الساق كأن فيها شوكة وطويلة يعني، هي مش زي شوكة الورد البلدي، هي تحس إن هي شوكة طويلة عاملة زي شفتوا معرفش بقى اللي هي شوكة طويلة، هي شوكة طويلة عاملة زي الإبرة كده. نادرة بس موجودة، فأنت تخلي بالك عموما وأنت بتمسك النبات بتقص مثلا منه فرع بتقلمه بتعمل له إكسار، خلي بالك النقطة دي تمام؟ نبات جميل، خلص الكلام عنه. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وشير ولايك للأصدقاء، ونشوفكم في موضوع جديد إن شاء الله، دمتم في أمان الله.